للوقوف أكثر على انتهاكات الاحتلال الصهيوني في فلسطين ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير في الشؤون المقدسية دكتور جمال عمرو. دكتور جمال، مرحبا بك. حياكم الله ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. في أقل من 9% من مساحة القدس يعيش الفلسطينيون، ولكن كيف ترى قرار حكومة الاحتلال بناء مستوطنات جديدة على الأراضي الفلسطينية رغم قرارات مجلس الأمن؟ نعم، هذا قرار إجرامي بكل المقاييس، وهو قرار مدبر بقوة القلم والعقل هذه المرة، وليست بقوة F-16 أو F-35 أو الصواريخ والدبابات والطائرات والأسلحة. هذه المرة الأمور تتم بالقلم والدفتر وبالتخطيط، والمخططون هنا مجرمي حرب. هؤلاء المجرمين يقومون بطرد الشعب الفلسطيني بطريقة ناعمة، وهذه هي الحرب الناعمة. بطريقة ناعمة يعني بمخططات استجلاب كل يهودي فوق الأرض له الحق، حتى لو لم يكن يهودي وادعى أنه يهودي يمكن استجلابه، كما جرى في استجلاب البعض من أثيوبيا مثلا. يتم إحضارهم ولهم فورا، وهذه الدولة الوحيدة أو الكيان الوحيد في العالم الذي يمنح الجنسية بناء على الدين. يعني مجرد أنك تقول أنا يهودي فلك جنسية، ولا يوجد أي دولة أخرى تمنح على هذا الأساس. يعني لا يجوز لمسلم أن يأتي من أقاصي الدنيا وإلى أي. الرئيس الأمريكي السابق ترامب الذي قدم الكثير من أجل الكيان الصهيوني المحتل رفض بناء مستوطنات، رغم أن نتنياهو حاول إقناعه. ربما فقدنا الاتصال على ما يبدو بالأستاذ الدكتور جمال عمرو الخبير في الشؤون المقدسية، ربما نعاود الاتصال به فيما بعد. عاد معنا مرة أخرى عبر الهاتف الخبير في الشؤون المقدسية دكتور جمال عمرو. دكتور جمال، مرحبا بك. في أقل من 9% من مساحة القدس كما ذكرنا يعيش الفلسطينيون. ترامب الرئيس الأمريكي السابق قام أو قدم الكثير من أجل الكيان الصهيوني المحتل، مع ذلك رفض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رفض بناء مستوطنات، رغم أن نتنياهو كان يلح عليه، يحاول إقناعه أن نصفها سيكون أو ستكون للفلسطينيين. كيف تنظر لسياسة بايدن تجاه المستوطنات؟ نعم، كان بايدن لديه مجموعة من الخبراء الذين وضعوا خارطة في الضم، وكانت هذه الخارطة مدبرة بشكل خطير جدا مع بعض الأنظمة العربية، ولكن المنطقة التي حددها يعني في الحقيقة دونالد ترامب للبناء الصهيوني، وهو بناء واسع النطاق، ليست المنطقة التي كان يريد فيها نتنياهو أن يبني. نتنياهو كان لديه خطط مبنية على بعد ديني وبعد يعني استراتيجي، وخاصة في مطار القدس، تذكرون ذلك، في مطار القدس الدولي في قلنجة. لكن هذا يخالف ما أراده دونالد ترامب، ولذلك عارض فقط في هذه الجزئية، لكنه في الوقت نفسه مطلقا كان مع الكيان الصهيوني، وهو الذي أعطى الفرمان وقال هذه أنا أعلن القدس أعلنها عاصمة لدولة إسرائيل اليهودية، هكذا قومية يهودية، يعني أمر خطير جدا. وهو الذي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. يعني دونالد ترامب كان فعليا له خطة الضم التي تختلف اختلاف بسيط في الجغرافيا عن نتنياهو، ولهذا السبب حصل هذا
يعني الرفض الامريكي، لكن في النهايه السياسه الامريكيه تؤيد الصهاينه الى ابعد الحدود. طيب اذا نعم. كانت المستوطنات شكلا من اشكال الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون او يمارسها المحتل الصهيوني على الارض الفلسطينيه، كيف تقرا تصريح رئيس الكيان الصهيوني يتسحاك هرتسوغ قال بافتتاح الاحتفالات العبريه في الحرم الابراهيمي في الخليل؟ هناك الكثير من التصريحات، كيف تقراها؟ هذا تحدي جديد لكل مسلم في الكون كله. المسجد الابراهيمي في الخليل هو مسجد اسلامي خالص، وهو يعني في وسط منطقه محتله اذا اردنا وفق القانون الدولي الذي يحتكمون اليه، وفق ايضا الرباعيه الدوليه، هو في وسط ارض محتله ومدينه محتله عام 1967 وهي مدينه الخليل. فكيف ياتي هيرتسوغ بهذه البساطه ويقتحم بشكل سافر المسجد ابراهيم في الخليل؟ يعني هناك تحذير شديد من الشعب الفلسطيني لهذا الشخص المسمى رئيس دوله الكيان الصهيوني بان لا يحضر الى الخليل والا ستندلع انتفاضه. يعني هذا الاسلوب نفسه الذي اشتعلت فيه انتفاضة، أنتم تذكرون ذلك جيدا، عندما يوم 28/9 عام 2000 ميلادي يعني قام شارون باقتحام المسجد الأقصى المبارك. هذا شارون جديد، هذا عدوان جديد، هذا أسلوب فظ وأسلوب خطير جدا. ولكن دكتور، ما هي الرمزية التي تمثلها مدينة الخليل بالنسبة لرئيس الكيان الصهيوني المحتل؟ قد يجيب على ذلك الأولاد في الإمارات الذين خرجوا إلينا بديانة جديدة كافرة لا علاقة لها لا بالإسلام ولا المسيحية ولا اليهودية، خلطوا الأمور خلطا خطيرا جدا وتحدثوا عن إبراهيمية، وهم بذلك يقولون أن إبراهيم أبو الأنبياء وأنه أبونا جميعا، وطالما أنه أبونا جميعا فمسجد إبراهيم الخليل عليه السلام حيث هو دفن وزوجته وزوجاته أيضا وأبنائه، إذا هذا مشترك، وطالما أنه مشترك فمن حق يعني هرتسوغ وغير هرتسوغ أن يستبيح مساجد المسلمين. يعني المسلمين تموا مساجدهم بأسماء جميع الأنبياء في مصر والعراق وفلسطين والشام وكل الدنيا. إذا من حق الصهاينة الآن أن يستبيحوها كلها، كلها أصبحت مستباحة للصهاينة، وعلما بأنه لا يدخل مسلم إلى كنيسة يهودي على الإطلاق. يعني هذه مسألة في منتهى الخطورة، وهذا خلط للأوراق، وهذا تحدي للمسلمين، وهذه الديانة الجديدة بدأت تأتي أكلها في المغرب والأردن، لا تشاهدون ذلك؟ هذا الأسلوب الوقح الآن يتم بناء عليه توقيع معاهدات يمكن أن تسمى ليست تطبيع فقط بل تطويع ومهانة وذلة، هذا الذي يجري فعليا. نعم نعم، نشكرك شكرا جزيلا. الخبير في الشؤون المقدسية دكتور جمال عمرو كنت معنا عبر الهاتف من القدس.